شكرا لقناة فاس تي في على العمل الجبار ديالها اللي قمت به في ان شاركتنا في التغطية اللي هي كتهم الصالح الوطني، وحاولنا بهذه المسيرة هذه نحاولوا نوصلوا واحد الميساج للمواطنين على اساس الدور التوعوي اللي قمنا به، على اساس الناس يلتزموا بالحيطه والحذر ونكونوا مواطنين ونساهموا في المصلحه العامه اللي هي كتهمنا كاملين. نحاولوا نكونوا مواطنين نديروا جميع الاحتياطات اللي بهذه جميع الاحتياطات غادي نساهموا في المصلحه العامه، ونحاولوا نخفوا من الاصابه بهذا الوباء اللي هو غادي يضرنا كاملين. نتمنى من الله يكون الرساله وصلت للاخوان. شكرا للهيئه الوطنيه وشكرا لجمعيه غد لارباب مدارس تعليم السياقه، وتحيه طيبه لجميع المواطنين. نتمنى من الله تعالى جميع المواطنين يكونوا يعني خداوا فكره على ان العامل ديال التوعيه هو عامل اساسي ومهم جدا في ايصال المعلومه اللي من خلال هذه المعلومه يتناولوها المواطنين، ديال انهم يديروا احتياطات احترازيه اللي كتصب في الصالح العام للصالح الوقائي اللي هو الهدف ديالنا في هذه المسيره ديال هذا النشاط ديال اليوم. وشكرا للجميع، تحيه طيبه. ارتأت الجمعيه ديال غد الارباب سياره التعليم باش دير هذه البادره ديال هذه المسيره لتوعيه المجتمع المدني الفاسي اللي ما شفناهش يتحرك، والرساله الثانيه للمواطنات والمواطنين ديال السكان ديال فاس باش ياخذوا خطاب سيدنا بجديه، اللي هو خطاب موجه للفرد، كل فرد فرد في المجتمع ديالنا. لان هاد الكورونا ملي كنسمعوها كنخافوا منها، وهي ان الخبراء ديال الصحه والخبراء في علم الوباء الاوبئه يقولون ان اضعف فيروس هو كورونا. ولكن إلا كنا درنا التدابير الاحترازية والوقائية من الكمامة للتنظيف، والإسلام كيوصي على التنظيف، على النظافة، التعقيم، مسافة الأمان، التباعد، يعني تجنب التجمعات داخل الأماكن الضيقة، وغادي نقدروا ان شاء الله الا عطينا واحد 15 يوم ولا 20 يوم نقدروا على هذا الفيروس. في هذه المده هذه الى طبقنا التدابير الاحترازيه والوقائيه اللي كاينه، ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ينهزم هذا الفيروس. واخر ما نقول من خلالكم كنشكر السلطات ديال المحليه، الامن، الوقايه المدنيه، قوة المساعدة، السيد العمدة، وعلى رأسهم السيد الوالي الله يجزيكم بخير، لأن في ظرف وجيز عاوننا بالإرشادات وبالدعم وداك الشيء باش نديروا هذه التوعية هذه. والسلام عليكم، الله يهديكم الله يرفع علينا هذا الوباء، وشكرا.